ام محمود. السلام عليكم يا محمود. تفضل. مساء النور، اهلا وسهلا. انا بس عندي تفصيل، بس انا عندي اخت وجهزتها. حضرتك عارفه الجهاز بيكلف قد ايه دلوقتي؟ طبعا. عايز اعرف يعني هي ليها حق ان هي تاخد بقى من الميراث؟ يعني انت بتجهزها يا محمود؟ مظبوط. من الالف للياء انت بتجهزها. لا واحد عارفه اكيد يعني التكلفه عامله ازاي. تمام، يعني انت بتجهزها من ملك الخاص ولا من مال الميراث بتاعها؟ لا من المال العام يعني عامه، يعني فالفكره كلها ان انا يعني زي المال العام بقى. لا استنى تقليلي. المال العام ازاي؟ المال ده ملك انت، هي ملهاش فيه، يعني انت بتشتغل من فلوس شغلك بتجهزها مش كده؟ حضرتك هي ليها ميراث يا استاذه ميار، يعني في الميراث نفسه، يعني الفكره كلها هي ليها ميراث والاستاذ معاه ميراثها. هو بيجهزها دلوقتي، فده زيد دخل في عبيد. الحقيقه يديها ميراثها الاول وبعد كده هو يقرر اذا كان عايز يساعد اخته ولا لا. يعني ده على المستوى الاجتماعي الشرعي طبعا فضيلته هيتكلم، لكن هو مش من حقه خالص ان هو يمنع طالما هي بقت فقط يعني عندها اهليه كامله، من حقها انها تحصل على ميراثها. هو مش واصي عليها. شكرا يا محمود. دي اول. ثانيا لو عايز يساعدها يتفضل يساعدها، ودي حاجه حلوه ان الاخ يقف جنب اخته. اصل السؤال كنت حريصه جدا في السؤال، هل انت بتجهزها من الملك الخاص؟ قال لا من المال العام. لا ما هو كده حاطط على فلوسها. ايه بقى؟ احنا ما سالناش اصلا اذا كان الوالد موجود ولا مش موجود. لا كان الوالد موجود هو ميراث، ده ممكن يكون ميراث الام. الوالد هو المتصرف في هذا الامر، حق التعليم وحق الزواج وحق النفقه على الاولاد واجبه في حق الوالد. لا تدخل في الميراث، لا تدخل طبعا. ما ينفعش ان احنا نقول احنا جهزناها من فلوس ميراثها، ما ينفعش نقول كده. يعني الاب هو عايش لو جهز بنته ما ينفعش اخواتها يقولوا لا؟ ما ينفعش نقول ان احنا علمناها من فلوس ميراثها. تمام. ما ينفعش ان احنا نقول ده احنا صرفنا على علاجها ونخصم ده من فلوس ميراثها. الكلام ده لا يقبله شرع ولا دين وليس في الاعراف. لكن بعد وفاه الاب، بعد وفاه الاب لها حق الميراث اذا كانت انفق عليها في حياه والدها من مال والدها على الزواج، فلا يقتطع من الميراث، ما يتخصمش من الميراث. لكن لو لم تتزوج لسه واخدت ميراثها خلاص، نبقى نصرف عليها بقى اذا تقدم لها حد عشان تتزوج، ناخد من مال ميراثها، لانه مش مفروض على الاخ ان هو يصرف على اخته الا اذا تطوع بالتراضي. يعني اذا هو كان بسلامه صدره وبحب كده عايز ان هو يساعد اخته في شيء، فده شيء يعني بينهم وبين بعض من باب صله الرحم. لكن من باب الحقوق الشرعيه لا، اذا لم تتزوج بعد فهي تنفق على زواجها من مال ميراثها. ممتاز. زي ما تفضلت استاذه عبير يا محمود، قالت لك انه انك اديها